صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 12 لسنة 2023 بإعادة تنظيم وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وذلك بناء على عرض وزير الإسكان والتخطيط العمراني وبعد موافقة مجلس الوزراء. جاء فيه: يعاد تنظيم وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وذلك على النحو الآتي: وزير الإسكان والتخطيط العمراني ويتبعه وكيل الوزارة، ويتبعه أولا إدارة الاتصال، ثانيا الوكيل المساعد للموارد والمعلومات، وتتبعه إدارة الموارد البشرية، إدارة الموارد المالية، إدارة تقنية المعلومات، ثالثا الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الإسكانية، وتتبعه إدارة خدمة المنتفعين، إدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي، إدارة التمويلات الإسكانية، رابعا الوكيل المساعد للشؤون الهندسية، وتتبعه إدارة علاقات شؤون المطورين، إدارة متابعة تنفيذ المشاريع. المادة الثانية: يلغى المرسوم رقم 63 لسنة 2008 بإعادة تنظيم وزارة الإسكان.